نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه، لازم ابطل نوسه. الله، ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. شكل زمانها جايه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجامتي ليه؟ معلش يا عم، اصل انا ابويا وامي اتطلقوا، فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب 5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العكس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب دليفري؟ لا. ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. اه ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا يا بابا. العظيم انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور. ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا، عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحياه. بولا يا ودي بولا، بولا يا بولا، ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا اتفضلي. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، أصل أول مرة أروح لراجل عازب في بيته، وأنت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبشة ده، عارفه اللي في الحبشة؟ فأنا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، أنا هغير هدومي ثانية واحدة وأجي الحبشة. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. سلام سلام سلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. بلاوي انت قاعد مع ميته اللي راقدونا تحت التراب ده كلام؟ في ايه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني. يلا حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا بلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. علاج. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى.
سيدي احبها اموت، احبها بتعجرم في الجو كده وتحلم، او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي فرفشتني يا ببلاك. يا سلام عايشيني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا برضه كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. لا قول يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارث 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ هو انا طرطوره؟ يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمني مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم؟ تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شاطر، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده انا راكبه بطه؟ لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقتش بقينا لوحدينا. انا هنزل معاكي شوية. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقولهولي. طب يا اخوان فحر بقى. طبعا. الله الله ليه كده ليه كده هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف ايه كده؟ الله ايه كده؟ امشي بخمسه كمان ايه كده؟ لا فتره ايه؟ لا لا مش خفيف راعية. الله 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 كنت بروي لي كمان. ايش تنزلوا ايه؟ تل يا واد حرام عليك تل تاكل الناس شعبية. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش مهدد. يا ليه كفايه كفايه الراجل هيكمل. اوكي اوكي بياول امشي من هنا في بجندك. يلا امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله طب سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع يا الفارس، اذهب الى امينك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه براحتك. سلامه. ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهيه. انت بغلتك الغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالى عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدى مالك يا احدى؟ ما عملت ده حاجه فينا يا طول مره. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجري يا مليك الحياة صديقي. انني اسم من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لبطيس شكلك ولا وشك. تقتله هاية المرأة. انا الذي ساقف له لاحدة. ستقفين له؟ ايوه. هي الساعة كم دلوقتي؟ مش عارفة بس ساقف له. ستقفي عنك. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. تقتلك تعال ايها المرأة. غلبان. يلا يا ابو هشام يا معلم. يلا يا ابو هشام. والله وقعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومة. انت اللي اذيتي روحي.
خلانوسه، ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانت سامعه عني؟ طبعا. طب بصي هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس والنبي ودي الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. هو سيبني ده قبل ما بولع. ما بولع؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي نادية، وطلعوني يقولوا لي يا نقة في البيت. طب والنبي يا نقة دخلت الحمام. عارفة يا خالتي كنت جاية لك بس الحكومة سبقتني. دخلي حمام يا نقة. اتفضلي يا ولدي خالتي. وانا عمري ما اخش الحمام. بسم الله ربنا يسترك تفكي يا ولدي. فكي لها نادية انت الأول بدل ما افكها على الأرض. طيب آخر الدور قايلين. أنا؟ يا خالتي يا خالتي. لو وراك حاجة روحي وتعالي. شات 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 بحب عمري وعشق الحبان. اوعى كل فكران لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. لا يبتليكوا بنصيبة، وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا. جاتلكم اللي هتربيكم. ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هم 19 بس. ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنتي شبكة ولا سنارة؟ سنارة يا خالتي سنارة. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت؟ بعني. اه يا بكده يا معفنة. وانتي منوعات كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربية. ما بنزلوش ده شارع الهواء. يلا يا كدابة. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا لعشرين سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوه ساعة بعضيكوا لحد ما اشوف لكم حتة واسعة. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرن شوية من هنا، يلا من هنا، سيب من هنا ما تخش هنا تاني، يلا يلا اتحركي اتحركي، يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ولية اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ بس خفيش انا ما خافش يا الدلعات. يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي وجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يدخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ يا ولية يا ولية انت وياه كل واحد على سريرها. يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكية نقضى ببلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونتر بص كل ظهر الواد. ايه ده فوده؟ ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي